ترايك ميديا النهارده الحمد لله كان لنا شرف ان احنا نشارك في تنظيم حفل كبير لاطلاق احدث مشاريع شركه ار يو دي في العاصمه الاداريه. الحفل احنا تولينا تنظيمها في سترايك ميديا من حوالي اسبوعين تقريبا يعني، وبنشكر كل وسائل الميديا والصحف اللي كانت بتشاركنا النهارده. احنا النهارده الايفنت بتاعنا لونشنج فيز 2. احنا الحمد لله خلصنا فيز 1 في وقت كان حلو جدا. النهارده عملنا لونشنج فيز 2 وان شاء الله حاطين يعني خطه بتاعتنا ان هو يخلص في وقت اقصر من فيز 1، بحيث ان احنا ان شاء الله في خلال شهر او اتنين بكتير جدا نقدر نخش في المشروع الثاني في العاصمه. احنا ان شاء الله قبل ما تخلص 2022 يكون معانا حوالي 3 مشاريع موجودين معانا في العاصمه. الحمد لله وبفضل الله ان هي كانت سولد اوت، وده الفيز الجديده النهارده اللي احنا بنعملها. طب ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن معايير الاستثمار اللي احنا كنا بنتكلم عليها النهارده للكلاينت بتاعنا. اول حاجه ان هو بيشتري اغلى سلعه في العالم، معنى ان هو بيشتريها لازم يختار عقار فيه سهوله اعاده البيع، وده متوفر في ار يو دي. طب رقم اثنين، ان احنا بندور على الاتشيفمنت او البرسنتج الزياده نفسها، ساعه سنين التشغيل بتكون قد ايه، وده برده بيكون متوفر في ار يو دي. رقم ثلاثة في اخر معايير الاستثمار اللي كل الكلاينت بيدور عليها النهارده او كل المستثمرين، سواء حضرتك بتستخدم او حضرتك بتدور على حاجه للمستقبل او حاجه عايز تاجرها، اللي هو الرنت او الليزنج. طب الموضوع ده كله بيكون ايه؟ بيكون ان شاء الله متوفر في ار يو دي. بنحط السيركل بتاعت ان كل الطرق بتؤدي الى ار يو دي. انا المول بتاعي ميكسد يوز، النهارده عندي التجاري بتاعي ار دي اول تاني، عندي العيادات في الدور الثالث، عندي كمان من الرابع لل 12 مكاتب اداريه، والعيادات والمكاتب متشطبه بالتكييفات. ار يو دي شركه بقى لها دلوقتي داخله في 15 سنه خبره في التسويق العقاري وفي التطوير العقاري. حجم مشروعاتنا الكبير موجود في اكتر من منطقه في على مستوى الجمهوريه، فيها في القاهره الكبرى في مدينه نصر ومصر الجديده والقاهره الجديده والشروق والعبور. نوعدكم بمزيد من المشروعات خلال فتره قريبه جدا جدا، هيبقى تدشين المشروع الجديد باذن الله. فخورين النهارده ان احنا وجودنا مع عاملنا شركه ار يو دي وطرح المرحله الثانيه من مشروع ايفورا بزنس كومبلكس. النهارده الحمد لله احنا دورنا مع شركه ار يو دي ان احنا بنساهم في وضع الاستراتيجيه التسويقيه والماليه للشركه اللي بتساعد الشركه واداره البيع على تحقيق اكبر قدر من المبيعات في المرحله الثانيه والاخيره ان شاء الله. وشغالين الحمد لله مع شركه ار يو دي على وضع يعني خطه استراتيجيه للمشروع القادم ان شاء الله في العاصمه الاداريه، ويبقى مشروع من المشروعات الضخمه والمميزه. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة أبار، وهنقف النهاردة مع خلق مهم جدا كلنا محتاجينه بجد، هو الوفاء. الوفي اللي بيصون العشرة والعيش والمرح. برحب بضيفنا دكتور علي عبد الجايد من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذتنا الكريم. أهلا بيك أستاذ معاك. يعني الوفاء من الأخلاق الجميلة اللي فعلا مهمة وأساسية في الحياة، في حياة كل إنسان فعلا. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين. أستاذة دعاء الوفاء من أولى الأوامر التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا دايما بركز مع حضرتك أن الدين بتاعنا كله أخلاق، الدين كله خلق. في يوم من الأيام أبو سفيان في أيام ما كان لسه كافر قبل ما يدخل الإسلام، وقف أمام هرقل عظيم الروم، وهرقل سمع عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأن في واحد في الجزيرة العربية يزعم أنه نبي. فهرقل عظيم الروم قال لأتباعه وجنوده شوفوا لنا حد من الجزيرة العربية أبو سفيان مع مجموعة من مكة. فدخل أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه على هرقل، فقال له هرقل عظيم الروم: بماذا يأمركم؟ يعني هذا الذي يقول عن نفسه أنه نبي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء وأداء الأمانة. هذه هي أولى أوامره صلى الله عليه وسلم، إنه بيقول للناس يا جماعة صلوا واصدقوا وأوفوا وأدوا الأمانة، هذه هي أوامره صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول في الوفاء أهم حاجة في موضوع الوفاء أن تكون وفيا مع الله جل جلاله، اللي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقك ورزقك ومدك بالنعم. وربنا سبحانه وتعالى في مغير موضع
أمر بالوفاء معه. كتير قوي من الناس يقول لك يا رب لو عملت لي كذا هكون كويس، هتصدق، لو اديتني فلوس هتصدق وهبني مستشفيات وهعمل وهكون كويس جدا، وبعد ما الفلوس تيجي يزداد سوءا. وربنا سبحانه وتعالى حذر من مثل هذا، قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. يعني إيه الجزاء؟ قال فأعقبه نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وخلي بالك ده كتير جدا من الناس يقول لك يا رب لو نجحت أنجح بس، يعني عدي المادة دي بس، وبعد كده هحافظ على الصلاة. وبعد ما ينجح وينجح السنة دي والسنة اللي بعدها ما لاقيهوش في المساجد. كتير قوي البنات يقول لك يا رب بس انا لو خدت الحاجه ديت او عملت كذا هكون كويسه جدا، هبتعد عن كل حاجه غلط. وربنا سبحانه وتعالى يحقق لها امنياتها وفوق الامنيات وبرضه ما لاقيهاش في صفوف المطيعين. الصحابه رضوان الله عليهم ما كانوش كده. شوف سيدنا انس بن مالك بيحكي عن عمه انس بن النضر. انس بن النضر يا استاذه دعاء في اول غزوه بين المسلمين والكفار ما كانش موجود، كان في سفر في غزوه بدر الكبرى. بعد ما جه قال غبت عن أول مشهد شاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن الله أشهدني مشهدا آخر مع رسول الله لا يرين الله ما أصنع. ده كده وعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعد مع ربنا سبحانه وتعالى. مرت الأيام وبعدها بمدة مش طويلة جت غزوة أحد، وكان برضو غايب عن الغزوة، وجه وفي لحظة حرجة وبدأ الكفار ينتصروا والمسلمين يفروا من أرض المعركة وتنزل الهزائم. وسيدنا أنس بن النضر داخل في اللحظة دي دماء، وكل أصحابه اللي هو عارفهم خايفين، وبدأ نظام المسلمين يختل. فقابله سعد بن عبادة قال أين أنت ذاهب يا أنس؟ قال واها لريح الجنة، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. قال سعد لنبينا صلى الله عليه وسلم فانطلق يا رسول الله والله ما استطعت أن أفعل مثل ما صنع. في آخر المعركة يدوروا على أنس بن النضر، وجدوا به 84 ضربة، إما طعنة برمح أو ضربة بسيف، ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه بأصبعه. قال الصحابة رضوان الله عليهم كنا نرى أن الله أنزل فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ده بقى اللي هو يعني الوفاء مع الله، مع الله سبحانه وتعالى. يا رب انا هعمل كذا، يا رب لو عملت لي كذا، يا رب انا هكون كويس. حاول تسارع بسرعه وتمتثل لامره جل جلاله. واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فارهبون. عايزين نقول هو انت وافي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي ضحى بحياته وابتلي بأنواع الابتلاءات صلى الله عليه وسلم، ولما كان بياخد البيعة على الصحابة بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا وأن تقيموا الصلاة وأن تؤتوا الزكاة، البيعات المتفرقة إما مع أصحابه في جماعة أو مع أحد الصحابة، حضرتك مطالبة بهذه البيعة وأنا كذلك وكل أحد المسلمين مطالبون ببيعاته صلى الله عليه وسلم. إن هو إذا أمر واحدا من أمته بأمر أنت مأمور بهذا الأمر. الصحابة رضوان الله عليهم في يوم من الأيام يقولوا له يا رسول الله يعني جئنا لنبايعك، قال بايعوني على ألا تسألوا الناس شيئا، إن أنت ما تسألش من حد حاجة. أحد الصحابة رضوان الله عليهم اللي كان في البيعة ده هو راكب على الدبة بتاعته على الناقة أو الفرس أو أيا كان، لما يقع الصوت بتاعه اللي هي العصاية اللي في ايده ما يقولش لحد هو ماشي على الارض الدهاني، لا ينزل حتى يحافظ على وعده مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتشوفي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان يعني شديد الوفاء لحبيب قلبه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لانس لو اتاني مال البحرين، لا لجابر اسف، لو اتاني مال البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، عمله كده ثلاث مرات بايدين الاثنين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يموت ومال البحرين ما يجيش، وبعد شويه سيدنا ابو بكر يتولى الخلافه فيجي مال البحرين. ابو بكر يعمل ايه رضي الله عنه؟ يبعث مناديا ينادي في الناس من كان له دين عند رسول الله او عده، النبي كان وعده بوعد، فلياتني.
فيجي سيدنا جابر رضي الله عنه ويقول ده انا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي لو اتاني مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. ثلاثة. فسيدنا ابو بكر يجمع كده فلوس بايده ويقول له خد، فيعدها يقول له عد هذا المال، فيعده جابر يقول كم؟ قال 500. قال خذ مثليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثلاث مرات. ثلاث مرات. احنا عايزين نكون اما نقرا سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نحاول نشوف اوامره، نحاول نشوف اخلاقه، هو كان بيقول ايه بالصحابه، كان بيامر المسلمين بايه، حتى نكون وفيين مع النبي صلى الله عليه وسلم. بقولها لانت وفي في التعاملات الماديه، ويعني يعني ما تشوفي بقى تعاملات الماديه، لو انت شفتي تعاملات دي بقى اهم حاجه، ده اهم حاجه، اهم حاجه ده المحك. يعني التعاملات الماديه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها. واحد إذا حدث كذب، اثنين وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. اللي راح يشتري من حد وقوله أنا هجيب لك الفلوس آخر الشهر، أو إن الفلوس دي عليا وأنا سدها في يوم من الأيام، كتير مننا ممكن يستهتر بالمسألة دي، مع إن المسألة عظيمة. كتير قوي في الشركات نسمع كلمة ديون معدومة، مفقود فيها الأمل، مش هتيجي. مع إن اللي عنده دين ويسمع كويس قول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، لفكر مليا وما قدمش أبدا على مسألة الدين، إن هو يروح يستلف أو يشتري حاجة وهو في نيته إن هو ما يسدش. عايزين نكون وفيين مع من أسدى إلينا معروفا. حد يقدم لي معروف من الوفاء ان انا اقدم له بدل هذا المعروف معروفات، ان انا اكون وفي معاه. طيب نشوف بقى تقرير ونرجع نكمل صور الوفاء. نشوف اول تقرير في حلقتنا النهارده ومؤسسة أبور. الرحمن الرحيم. في الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى يا عبدي استسقيتك، يعني طلبت منك سقي الماء، استسقيتك فلم تسقني. فيقول يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت أن عبدي فلان يحتاج إليها؟ أما لو فعلت معه ذلك لوجدته عندي. معنى الكلام ده إن أي حاجة أنت بتعملها هي عند ربنا سبحانه وتعالى. وقدموا لأنفسكم، اعمل حاجة لنفسك. الناس في الأماكن اللي احنا فيها دي حلمها حاجة واحدة، اللي هي المية، الحاجة البسيطة دي بس، عايزين يشربوا شوية مية يلاقوا المية موجودة جنبهم، بدل ما بيمشي كيلومترات عشان يجي ياخد المية، لا هو عايز بير قدام البيت بتاعه نساعده. ده عامل مهم جدا من عوامل الحياة عشان يكون موجود، فاحنا بنقدم له حاجة زي كده. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنت سمعتني، تعال شارك وتعال ساهم معنا مع مؤسسة أبار، شوف بعينك والدل على الخير كفاعل. هتيجي قدام ربنا سبحانه وتعالى وتقول لي يا رب انا عملت حاجه بسيطه، سقيت واحد ميه. سيدنا سعد بن ابي وقاص يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ان امي ماتت، فما هي افضل الصدقه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم سقي الماء. يعني انا عايز اعمل صدقه جاريه، ما انتظرش اولادي يعملوا لي الصدقه من بعد مني. احنا عارفين متاعب الحياه ودوامه الحياه هنشغله، انا بنفسي اعمل الصدقه لنفسي، أعمل البير وأشرف عليه وأجي بنفسي أتابعه. ومؤسسة أبار بتفتح لنا المجال لكل واحد عايز يتبرع ويجي يعمل البير يشرف عليه بنفسه لحد ما يطلع مية، زي ما احنا شايفين البير اللي احنا واقفين قدام منه. سألوا بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقوه، وستوا باب ما فيهوش أمل مش أي حد تصدقوه. كلنا في الحياة عندنا هموم، عندنا مشاكل،
عندنا كرب، عندنا هم، عندنا غم، دي سنة الحياة ودي كانت سنة الأنبياء. كل الأنبياء أصابهم الهم وأصابهم الغم فصبروا فكانت النتيجة الحتمية نصر الله جل وعلا. عايزين يعني الخير بير هنا وتربى وشرب منه. أنا بشكر مؤسسة أبار إن هي عملت لنا البير هنا وجزاهم الله كل خير والله، متشكرين جدا. ربنا يصلح حال الناس اللي عملت البير دي وهتفنطرونا ونشرب مية حلو. يا رب يبارك فيك وفي عيالك وفي مالك يا رب العالمين. أمين أمين يا رب العالمين. خير يبقى. احنا عايزين بقى تعليق اخير من حضرتك في نهاية الحلقة. في نهاية الحلقة يعني الانسان الوفي أولى الناس أن يكون وفيا مع هؤلاء المحتاجين وكل من يحتاج من غني وفقير. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إن خيار عباد الله الموفون المطيبون. أن تكون وفيا في مثل هذه الحالات، والوفي مع كل الناس رب العالمين سبحانه وتعالى بشره بجنة الفردوس، قال والذين هم لأماناتهم وأعهدهم راعون إلى أن قال أولئك في جنات مكرمون. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يشكر الناس لم يشكر الله. فهذا من صور الوفاء العظمى، أن تكون وفيا مع كل الناس حولك، مع الغني والفقير، القريب والغريب، أن تتعلم هذا الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. بشكر حضرتك جدا في نهاية الحلقة، واشكر كل مشاهدينا، واسيبكم وآخر تقرير خير في حلقتنا النهاردة مع مؤسسة آبار. في ناس مبقاش مية ولا بفرمية لحقان، بشحة المية من ديرها. تخيل اني ممكن تكون بعض الأسر ما عندهاش وسط مية. احنا مش بنقول يعني مش بنتعلم، اللي يقدركم ربنا على الدبهم. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. مؤسسة أبار فتح الباب على مصراعيه لكل اللي يمد ايده بالتعاون معاه عشان ندخل وسط مية للأطفال الحلوين ولإخواتنا وأبائنا. ما ينفعش نكون إحنا بنشرب مية كويسة وهم مش لاقين مية. أنا بشرب من الطور عليها كم سنة هنا، بشكر مؤسسة أبار جابت لي هنا بير، دقت لي بير مية نظيفة جدا، وأنا سعيد وفرحان جدا، وهذا المنطقة فرحانة معايا. يعني فعلا أول مؤسسة تجينا المنطقة دي، ما فيش حد سأل فينا ولا جه فينا هنا خالص، ما كناش مصدقين إن هيحصل هذا البير ده يتدق لنا إحنا هنا. مؤسسة آبار متخصصة في صناعة الآبار. معانا بير النهاردة، البير مساحته 50 متر مربع، المتر بياخد طن مية، يعني معنى كده معايا 50 طن من المية. المنطقة دي فيها حوالي من 50 ل 60 بيت، وطبعا محتاجين ممكن بير او اتنين تاني عشان يساعدوا طبعا مع البير ده، زائد ان في مناطق تانية محتاجة. نفرح الناس ونسعدهم ونطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. اللي تبرع بالبير ده برع بتاعه ده في ميزان حسناته، وهيلاقيه قدام إن شاء الله، وربنا يزيده وربنا يقويه كمان على فعل الخير. ما قداميش غير إن احنا نقول إن الناس اللي بتسعى في الخير يزيدوا من نعيم الله. أنا
أهم حاجة إخلاص النية قدام ربنا سبحانه وتعالى عشان العمل يقبل ويرفع وعند الله يشفع ويدخل الجنة إن شاء الله، ونكون كلنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. آبار خير يبقى.